برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فأنصحكم بالاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر. في حلقة اليوم راح أطرح معاكم عن أفضل الطرق لتفادي الهوم سيكنس. كلنا كمبتعثين نمر بالهوم سيكنس، الشيء اللي يؤدي إلى الملل أو العزلة الاجتماعية، والهوم سيكنس جزء لا يتجزأ من باكج الابتعاث. ما راح أتكلم عن الأسباب والمسببات لأني بدخل في المفيد على طول. الطريقة الأولى، العمل في النادي السعودي. فرصة العمل في النادي السعودي تبني لك جزء من شخصيتك الاجتماعية، وفي نفس الوقت تعطيك فكرة عن بيئة العمل السعودية. أنا شخصياً اشتغلت كنائبة رئيسة النادي في 2016 في الولاية، وحققنا المركز التاسع بين الأندية الطلابية السعودية، ومن جد ما كان عندي وقت إني أفكر في شيء اسمه home sickness. الطريقة الثانية، النوادي الجامعية. إذا ما عجبكم النادي السعودي في الولاية، فموجود عدد كبير من النوادي في الجامعة، ثقافية، حوارية، أدبية، اجتماعية، إلا تبغوه. في بداية كل سمستر عادة الجامعات تسوي إيفنت تجمع فيه هذه النوادي، كل اللي عليكم تسووه إنكم تروحوا تتفرجوا وتختاروا النادي اللي يعجبكم وتسجلوا أساميكم وتتبادلوا عناوين التواصل. إذا فاتكم هذا الإيفنت في بداية السمستر، كل اللي عليكم تسووه إنكم تروحوا الموقع الجامعة وتدوروا في صفحة النوادي، وأكيد بتلاقوا الشيء اللي بيعجبكم. عادة هذه النوادي تكون ببلاش، ولكن في بعض منها برسوم رمزية بسيطة جدا جدا جدا. شخصيا أعرف ناس أتعلموا لغات ثانية بس بسبب إنهم انضموا لوحدة من هذه النوادي. الله أكبر عليك. الطريقة الثالثة، إذا ما ودك تنضم لأي نادي من النوادي الجامعية، تقدر تحضر الفعاليات والأنشطة ورش العمل إلا تنظمها الجامعة وبشكل دوري. كل اللي عليك تسويه إنك تروح الإيفنت كالندر حق الجامعة وتختار النشاط اللي يناسب ذوقك وزمانك ومكانك. أنا شخصياً استفدت كثير من ورش التعليمية في التصوير السينمائي. الطريقة الرابعة، إذا ما ودك تروح للجامعة وتبغى حاجة جديدة غير الروتين اليومي والجامعة والطلاب، تقدر تروح على حسابك الشخصي في الفيسبوك وتضغط على إيفنتس تاب، وتقدر تشوف إيفنتات لا حصر لها في المنطقة اللي أنت فيها وشرح كامل بالزمان والمكان والصور، خصوصاً للأطفال. في عروض ومسرحيات واحتفالات وبرسوم بسيطة ورمزية جداً جداً جداً. الطريقة الخامسة، موقع بلدية المدينة، واللي عادة ينتهي بcity.gov. كل عليكم تسوون لكم تدخلوا عمي جوجل تكتبوا اسم مدينتكم .gov وانتر، راح تطلع لكم ايفنتات اغلبها ايفنتات دورية وشهرية وموسمية. هذه الايفنتات عادة تكون ضخمة جدا وعلى مستوى المدينة، زي عندنا الجولات السياحية، سوق السبت، الاحتفالات وما الى ذلك. الطريقة السادسة، بقول لكم انا طفشت خلاص، اكمل لكم في حلقة ثانية. الى هنا واكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وتشاركوا الحلقة مع اصحابكم المبتعثين اللي دايما دايما طفشانين، وسووا اشتراك في القناة واضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجديدة. اشوفكم بالحلقة الجاية. سلام.